Welcome to the Founders Memorial in Abu Dhabi, where we are celebrating the first International Day of Human Fraternity and the announcement of the winner of a very special award. An award that recognizes the hard work of building bridges between divided peoples. An award designed to inspire each of us to see new possibilities for ourselves and our communities. The Zayed Award for Human Fraternity. My name is Michael Jean, and I'm humbled to be with you. Both the UN's declaration of February 4 as the International Day of Human Fraternity and the Zayed Award were inspired by the document of human fraternity. This document calls upon all of us to rediscover the values of peace, justice, goodness, beauty, human fraternity, and coexistence. It was signed by His Holiness Pope Francis and His Eminence, the Grand Imam of Al-Azhar, during their historic meeting in Abu Dhabi on February 4, 2019. This also inspired the creation of the Higher Committee on Human Fraternity, dedicated to helping realize the intentions of the document. The Declaration on Human Fraternity is an inspiring document that points to what we can do together and calls us to act in solidarity for one another. It is friendship that matters in changing what we do. May we all develop such friendships at every level and in every way, so that we may work together. The more we see each other from afar, the more we see our differences. But the more we look each other in the eye, the more we see our own reflection, our common humanity. Dialogue sparks understanding. Understanding inspires tolerance, and tolerance leads to respect. This virtuous chain can make peace and fraternity possible. Judge Muhammad Abdel Salam is Secretary General of the Higher Committee. He is here to tell us about the importance of today and how it came about. لقد عزز قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوما دوليا يحتفل به العالم كل يوم. عايز أكلم الشباب وأقول لهم رسالة مهمة جدا. عايز أقول لكم أرجوكم احلموا. أرجوكم تفائلوا. أرجوكم فكروا في المستقبل بابتسامة. أود أن أقول أننا اليوم أمام جائزة تاريخية. أمام جائزة عالمية ننتمي إليها وتنتمي إلينا. Dear viewers, I'd like to introduce His Eminence the Grand Imam Ahmed El Tayeb and His Holiness Pope Francis, who have come together on behalf of human fraternity. قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بكل شغف نتابع جهودكم في خدمة البشرية هذه الجهود العظيمة التي تبعث الآمال واليوم نشعر بالفخر ونحن نرى العالم كله يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية تقديرا واعترافا بعظمة هديتكم للبشرية إن صوتكما الصادع بالحق دوما ينعكس بالأمل على كل الناس وفي ذات الوقت يشجع الملايين حول العالم للسير في ذات الطريق لذا كان من المهم إبراز تلك الأصوات وتقدير أصحابها وهو ما يتم تحقيقه الآن من خلال هذه المبادرة العالمية جائزة زايد للأخوة الإنسانية ويسعدنا في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن نقدم خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وراعي وثيقة الأخوة الإنسانية على دعمه الدائم لجهود اللجنة أتشرف بأن أقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتقديم كلمته بهذه المناسبة العالمية بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا في الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فإن احتفالنا اليوم بوثيقتكم وثيقة الأخوة الإنسانية لهو احتفاء بحدث عالمي تاريخي ولد منذ عامين اثنين ليبشر ببدء رسالة سلام يحملها عقلاء العالم إلى البشرية جمعاء تدعو للتآخي والتعاون ووقف الحروب ونشر التسامح والوئام ونبذ التعصب والكراهية وسياسات القوة والاستعلاء. واسمحوا لي في البداية أن أوجه تحية ممزوجة بالاحترام والإكبار لأخي الفاضل البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والصديق الدائم والشجاع على درب الأخوة والسلام، وأشكره على رسالته العامة كلنا إخوة، والتي مثلت معلماً بارزاً على هذا الطريق. وإني لا يحدوني الأمل في أن يمثل يوم الرابع من فبراير من كل عام يمثل جرس إنذار وتنبيه يوقظ العالم وينبه قادته ويلفت أنظارهم إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية. ولا يخامرنا أدنى شك في أن هذه الوثيقة تحتاج لتحقيقها وتنزيلها على واقع الناس إلى إرادة صادقة وعزيمة صلبة وإيمان راسخ بأن الناس جميعهم إخوة ومن حقهم أن يعيشوا في سلام وأمان، وأن ما بينهم من اختلاف وتنوع إنما هو سنة الله في خلقه وعباده. وإني لملتزم إن شاء الله فيما تبقى لي من حياة في هذه الدنيا بمواصلة العمل مع أخي البابا فرانسيس ومع إخوتي علماء الأديان ورموزها، بل مع كل محب الخير والسلام، لأن نجعل من مبادئ الأخوة الإنسانية وأهدافها واقعاً ملموساً يعيشه الكبير والصغير في العالم أجمع. واليوم أيها الإخوة في كل مكان تأتي جائزة زايد للأخوة الإنسانية كمبادرة عالمية من أجل تحقيق أهداف هذه الوثيقة. وبهذه المناسبة أود أن أعبر عن تقدير البالغ للأخ الكريم الشيخ محمد بن زايد الذي يواصل مسيرة والده الخيرة على رعايته لهذه الوثيقة. وأخيراً أحيي أبنائي وإخوتي أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل من أجل تطبيق أهداف تلك الوثيقة السامية، وكل أمل في أن يكونوا دائماً وبمشيئة الله تعالى بارقة أمل ومصدر إلهام دائم لكل من يسير في هذا الطريق الصعب، مع تقديم وافر شكري وتقديري لكل من يدعمهم ويوسر مهمتهم من أجل خدمة الإنسانية ورقيها. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أتشرف غاية الشرف بأن أقدم هذا الرمز العظيم، قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. تفضل قداسة البابا. Hermanas y hermanos, esa es la palabra, hermanas y hermanos, afirmar la fraternidad. En modo especial a usted, mi hermano, mi amigo, mi compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad, el gran imán Ahmed El Tayet, a quien le agradezco la compañía en el camino por la reflexión y la redacción de este documento que fue presentado hace 2 años. Su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente.
Yo sé que no era una tarea fácil, pero con usted pudimos hacerla juntos y ayudarnos mutuamente. Y lo más lindo de todo, que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano, gracias. También quiero agradecer a Su Alteza, el Sheikh Mohammed bin Zayed, por todos los esfuerzos que ha puesto para lograr seguir adelante en este camino. Creyó en el proyecto, creyó. Y también creo que es justo agradecer, y me permite usted, señor juez, la palabra, a l'enfant terrible de todo este proyecto, el juez Abdel Absalam, amigo, trabajador, lleno de ideas, que nos ayudó a seguir adelante. Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos con la distancia, con la prescindencia, con el menosprecio. O somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo, es el desafío de nuestros tiempos. Fraternidad quiere decir mano tendida, fraternidad quiere decir respeto, fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. Somos hermanos, nacidos de un mismo padre, con culturas y tradiciones diferentes, pero todos hermanos. Y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad, no negociándola. Es el momento de la escucha, es el momento de la aceptación sincera, es el momento de la certeza que un mundo sin hermanos es un mundo de enemigos. Quiero subrayar esto. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien, o hermanos o enemigos. Porque la prescindencia es una forma muy sutil de la enemistad. No solo hace falta una guerra para ser enemigo, basta con prescindir. Basta con esa técnica, se ha transformado en técnica, esa actitud de mirar para otra parte prescindiendo del otro, como si no existiera. Querido hermano Gran Imán, gracias por su ayuda, gracias por su testimonio, gracias por este camino que hemos hecho juntos. What an amazing moment. Your Holiness Pope Francis, Your Eminence Grand Imam Ahmed El Tayeb, thank you. It was such a joy to join with this year's independent jury panel to explore the work of all the nominees. Having come from different parts of the world and walks of life, it was important for us to work in impartiality. We are honored to be sharing this journey with you. So allow me now to introduce my fellow jurists. Coming from Senegal, I could not but accept to join the High Committee of Human Fraternity Jury Award. Je suis juriste d'entreprise de formation
Et pendant plusieurs années, j'ai été militante des droits humains. Sono il cardinale Dominique Mamberti. Sono, diciamo, il presidente del più alto tribunale della Chiesa Cattolica. As a Canadian of Haitian origin, it gives a certain texture to my commitment as a woman, as a black woman. Background is businessman to the politics. They appoint me vice president of Republic of Indonesia 2 terms. Human fraternity means a lot to me. It means empathy. Caring each other, tolerance. Rendersi conto che siamo tutti gli uomini, siamo fratelli. It means simply, I am you. I am the other. C'est donc un amour universel qui unit la famille humaine. One cannot really, I would say, measure the importance of this award. Precisamente perché c'è molto bisogno di fraternità nel mondo di oggi, c'è molto bisogno di amicizia sociale. What stood out is courage, a lot of courage. Il loro impegno. Extraordinary effort. Vision, engagement, humanism. And that is why I do believe that we have today a chance through this Zayed Award of Human Fraternity to recognize the work of an important individual or an important institution to serve as an inspiration to all the people around the world. To begin, I would like to thank His Holiness Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayyib, for the wisdom and vision they exercise in creating the doctrine of human fraternity, a gift to every woman, man, and child. Mindful of 2020 and the pain and sufferings of all across our planet, the jury has chosen to recognize 2 individuals. These honorees send a powerful message about a peaceful coexistence and the role that each of us can play in making the world a better place. One of them reminds us of the enormous difference between leaders that make difference when they have the courage to get involved and stay involved. In choosing to honor this remarkable man, the jury wishes to pay homage to his long-standing commitment to human dignity, for his courageous leadership and the bridge building he is doing to create the conditions for those in need to receive the treatment necessary to protect their health. The jury is proud to recognize the UN Secretary General Antonio Guterres as a 2021 Zayed Award for Human Fraternity. In the 21st century, we must see human rights with a vision that speaks to each and every human being. And an inclusive world will help ensure that people can enjoy better health and the full respect of their human rights and live with dignity on a healthy planet. Today, Antonio Guterres is the 9th Secretary General of the United Nations. Guterres could have chosen any path. But now, looking at his decades of diplomatic and humanitarian work, we see that he chose the path of peace building, the path of leading for the benefit of others, of putting people first, as every true leader should. All that we strive for as a human family, dignity and hope, progress and prosperity, depends on peace. He joined projects of global unity. As UN High Commissioner for Refugees for 10 years, Guterres helped safeguard the rights of hundreds of millions of people fleeing conflicts including the Syrian Civil War, the largest displacement known to human history.
Now is the time to transform humankind's relationship with the natural world and with each other. And we must do so together. Solidarity is humanity. Solidarity is survival. In the most challenging year for humanity of the century, he proposed 6 solutions to help nations rebuild from the pandemic while fostering climate recovery, guarding against future disasters. And vitally, through all he has witnessed, Antonio Guterres has always stayed true to his belief in humanity. And I'm also proud of the work of our humanitarians easing suffering around the world, ensuring that millions receive protection, food, medicine, shelter, water. The problems we face are real, but so is hope. As we strive to serve people, we also can be inspired by people. Let us restore trust, rebuild hope, and move ahead together. Quiero felicitar por este galardón al Secretario General de las Naciones Unidas y agradecerle todos los esfuerzos que hace por la paz. Una paz que solo se va a lograr con un corazón fraterno. Gracias por lo que hace. تحية أيضا من الأزهر الشريف ومن كل محب السلام للسيادة الأمين العام غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وفي الحقيقة هذا التكريم صادف أهله لأن السيد غوتيريش هو أحد أعمدة صناع السلام في العالم بل هو ربما يمثل العمود الأشد متانة وقوة في ما ننتظره إن شاء الله من سلام يعم العالم جميعا. It is with the humility and deep gratitude that I feel honored to receive the Zayed Fraternity Award. And I see it also as recognition of the work the United Nations is doing every day, everywhere, to promote peace and to promote human dignity. We live in challenging times. We see the threats coming from the pandemic, the threats coming from climate, the threats coming from war and conflict in different parts of the world. We see, unfortunately, behaviors of racism, behaviors of division, behaviors of violence and extremism, behaviors of discrimination, namely religious discrimination. And it's fantastic to see the enormous leadership of His Holiness the Pope and His Eminence the Grand Imam of Al-Azhar pushing humankind to come together in unity, in dialogue, to promote peace, to promote fraternity, to promote the unity that is necessary to address all the challenges, to defeat hate, and to make sure that human solidarity wins the battles that we are facing. And the United Nations will be entirely at your disposal to amplify your leadership, to amplify your voice. I'm feeling inspired by this award to move on in our determined commitment for human unity and for global peace. Grazie mille, shukran. Our jury choose this honoree based on their deep belief that you don't need to be a world leader to make a difference in the world. This mother has become a well-known civil society activist in France and beyond, working with families and communities to prevent youth radicalization and spread a message of peace, dialogue, and mutual respect. It is with absolute pleasure that I announce to you Latifa Eben Zaiten, the remarkable honoree we recognize with the 2021 Zayed Award for Human Fraternity. كان هو معايا أسبوع في الدار، أسبوع كان vacances يعني عطلة. Qui encercle son appartement depuis plusieurs heures, Mohamed Merah oppose
هو صفار يوم الاثنين يوم الحد ولدي الكبير يكلمني لي أمي إماد رحمها الله والله العظيم حاجة أصعب شيء بنت منها حتى شي واحد حسيت الكبدة ديالي تشويت لي من داخلي كنقولو يا رب عماد ما ماتش كندرع وليداتي كنقول لي ماما عماد كنقول لهم لا ما ماتش عماد باقي حي هذا شي حد كذب عليكم حلمت ثلاثة مرات ولدي قولي يا أمي نوض يا أمي أنا محتاج بيك إذا قلت هذا أكبر وصية اللي خلى لي الولد ديالي لأن هو ما توقف أنا لازم نبقى واقف J'ai rencontré Madame Latifa Ibn Ziaten il y a de cela quelques années, juste après l'assassinat de son fils par Mohamed Merah. J'ai été touché comme tout un chacun par sa détresse, mais surtout par son courage. Au lieu de garder de la haine dans son cœur, ben, elle fait tout le contraire. Elle essaie justement d'aider les personnes qui sont autour d'elle afin que ce drame qu'elle a vécu, plus personne ne puisse le vivre. ما كتخليكش تنهزم كتخليك دائما طالعه مسيو البريزيدون جي بيزوان دات بور باسي سو ميساج دو بي سو ميساج دو فيبر انسامبل سو ميساج دالي فيغ لوتر غلبت على الجرح ديالي وخرجت من المجتمع يعني خرجت باش نحمي هاد الشباب بغيت نتكلم معاهم على السلام على الحب اي شاب لازم خصك تحميه بطريقه نصيحة حلوة بزاف ديال الشباب كيقولوا لي انتنا امنا الثانيه aujourd'hui la responsabilité y a pas que aux parents la responsabilité aux parents la responsabilité à l'école la responsabilité à l'état la responsabilité à la maire de la ville tout le monde est la responsabilité الجمعيه التي كونتها هي جمعيه كونتها حتى تعاون الشباب طبعا وكذلك حتى تشوف ابنها يترعرع في ضمن هذه الجمعيه L'association IMAD et d'autres associations justement qui luttent contre certaines discriminations, qui luttent contre certaines injustices, peuvent nous aider justement à changer le monde. Les جمعيات IMAD للشباب تلقى مجموعة ديال المساعدات وهي تحاول أن هذه المساعدات تصبها في أعمال الخير وبالضبط في المنطقة ديالها. Alors arrêtez de remplir la tête de nos jeunes. Laissez nos jeunes grandir normalement. والأغرب واللي صعب ممكن على شخص عادي أنه يستوعب ويفهمه أنه السيدة لطيفة بن زيتان قادرة باش تعاون حتى الشباب اللي كان هو مصدر مصيبتها في فقدان ابنها المرحوم عماد بن زيتان لطيفة دائما ابتسامة في أي وجه واحد هي نجمة في سماء تضيء للناس المحتاجين هي أذن وعين وقلب صاغي لهذا الشباب أمالي والله العظيم أي شاب أي شاب نشوفه ناقص حاجة نعاونه. Elle m'a vraiment permis d'acquérir de nouvelles valeurs. Chaque fois que je rencontre Latifa Ibn Ziaten, j'apprends des choses. D'abord, j'apprends le sens de l'écoute. إيمان دائما حاضر معي دائما كاين هنا والله يرحمه برحمة الله. Querida hermana, tus últimas palabras no son dichas de oídas o convencionalmente, somos todos hermanos. Son el convencimiento, y un convencimiento plasmado en el dolor, en tus llagas. Vos jugaste tu vida por la sonrisa. Jugaste tu vida por el no resentimiento y a través del dolor de perder un hijo, solamente una madre sabe lo que es perder un hijo, a través de ese dolor tú te animás a decir somos todos hermanos y a sembrar palabras de amor.
Gracias por tu testimonio. Y gracias por ser madre de tu hijo, de tantos chicos y chicas, por ser madre hoy de esta humanidad que te está escuchando y que aprende de vos el camino de la fraternidad. O hermanos, o perdemos todo. Gracias, gracias. الأخت العزيزة السيدة لطيفة، أرجو أن تتأكدي أننا جميعا نشاركك الألم والحزن. أنت حين صبرت واعتليت على هذه المأساة وتحولت إلى هدية للبشرية كلها، هي هدية السلام والاعتلاء على الحدث رغم ما أصابك وما نزل بك، وهو أمر جلل وأمر مؤلم إلى أبعد الحدود، وألمه يستمر طول الحياة. رغم كل ذلك استطعت أن تعتلي على هذا الموقف، وحولت هذه المأساة إلى رسالة أمن وأمان تجوبين بها أقدار البلاد، وتشجعيننا نحن وأمثالنا على المضي قدما في سبيل محاربة هذا الوحش الكاسر الذي يسمى بالإرهاب. نشكرك شكرا جزيلا على أن مثلت المرأة القوية الصابرة المحتسبة. أبشري بأنك أم لشهيد يرتع في الجنان وفي الجنة، وأنك أنموذج يقتدى بك في كل البلاد. أشكرك وأرسل تحيتي وتحية الأزهر الشريف وعلماء الأزهر الشريف إليك أما مثالية قوية، وأنت تستحقين هذه الجائزة وأكثر من هذه الجائزة. شكرا لك وألف مبروك. Bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous et je suis très fière et très honorée de recevoir ce prix. Je vous félicite, mon excellent, pour le prix que vous avez reçu aussi. Et je remercie tout le monde qui présente, le père, l'imam. C'est vraiment, ça va m'aider à mon combat, à mes démarches que j'ai fait aujourd'hui. J'ai perdu un fils. Mais aujourd'hui, je tends la main à beaucoup d'enfants. D'enfants, je suis aujourd'hui une deuxième mère pour beaucoup d'enfants que j'ai sauvés, que ce soit dans les maisons d'arrêt, dans les foyers, dans les écoles, pour ne pas tomber dans la haine. Parce que de ressembler, de passer un message de paix, un message d'amour, c'est très important. Je ne peux pas, comment je peux m'exprimer la joie que j'ai aujourd'hui. Et une mère blessée, un blessé profond. Cette blessure ne pourra jamais être fermée. Comme j'ai dit à chaque enfant, si on arrive à briser les barrières qu'on a à l'intérieur de notre cœur, on trouvera notre place dans la société et on sera tous des frères. Mais cette barrière, il faut vraiment le briser. C'est très important. Je vous remercie au fond du cœur tout l'organisme qui m'a aidé et qui m'a Il va m'apporter vraiment ce bonheur aujourd'hui pour continuer mon combat d'amour et de tolérance et de la fraternité humaine. C'est très important. Je vous remercie au fond du cœur. Merci beaucoup. Last year, when we gathered to commemorate the one-year anniversary of the signing, more than 100 young people from all over the world joined us. We asked them to capture their hopes for the future as wishes on this street. Recently, my fellow jurors and I added ours as well. We pray for peace and tolerance. We hope all of us will be happy. Fikrati hiya al-amal.
ورسالتي هي الأخوة ودعوتي هي الحب. Human fraternity has to include women and girls' perspectives to become a reality. May the Almighty God grant pardon to Sheikh Zayed, and may the Garden of Paradise be his eternal palace. Yet, as we all know, writing down the future that you envision is just the beginning. It's hard work that turns hope into reality. And someone who knew this well was the late Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, for whom the award is named and to whom this memorial is dedicated. He founded the UAE in an act of human fraternity, uniting seven Emirates as one nation. He knew that in order to realize his vision for the UAE, every person would need to be supported, and all from around the world would need to be welcome. Today, we saw a remarkable example of what happens when hope meets hard work. We, the jury, and the higher committee on human fraternity, hope their work continues stronger than ever, and we hope that it serves as an inspiration to all. Human fraternity depends on all of us, as we each find our own way to bring peaceful coexistence to life. No act is too small, no ambition is too great, and there is no moment to begin better than right now.